نقيب المحامين يعلن قرب افتتاح نادي محامي جليم بالأسكندرية بعد إرساء المزايدة على المتعهد واستكمال الفرش وتجهيز المطابخ والكافيتريات الخاصة بالنادي. نقيب المحامين يهنئ قداسة البابا تودروس الثاني والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الرسل. نقيب المحامين يوافق على التعاقد مع صيدلية لخدمة الأعضاء في المنيا بخصم 50% على أدوية الأمراض المزمنة. النقيب العام يتفقد الفرعيات لبحث متطلباتها ويستمع لمشكلات عمل الأعضاء. خطوات جدة لنقيب المحامين في ملف تنمية واستغلال الأصول العقارية للنقابة لتدبير الموارد المالية لتغذية صندوق العلاج والمعاشات. نقيب المحامين نسارع الزمن من أجل عقد الجمعية العمومية لإقرار زيادة المعاشات. نقيب المحامين نسعى جاهدين لتوفير أندية للمحامين بكافة النقابات الفرعية. الأمانة العامة لنقابة المحامين تؤجل جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد إلى يوم السبت الموافق 22 من يوليو بدلاً من يوم الثلاثاء المقبل. محكمة جنايات المنيا تؤجل قضية المحامين الثلاثة إلى اليوم الثاني من دوري أغسطس مع إخلاء سبيلهم لسماع شهود النفي، والنقيب العام يشكل لجنة للدفاع عن الزملاء. المركز الإعلامي يصدر العدد الثامن من مجلة المحاماة الإلكترونية. المركز الإعلامي ينشر نتيجة الكشف الطبي للمتقدمين للقيد بالنقابة. أمين عام النقابة يفتتح الدورة السادسة بمعهد محاماة بنها. الفكر القانوني تعقد ندوة عن المسؤولية الجنائية الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.